ولتسليط الضوء على فعاليات هذه التظاهرة ينضم إلينا مباشرة من عين المكان موفد M24 هشام جواد تويول. عفوا جواد، مرحبا بك. اليوم هو الثامن من فعاليات هذه التظاهرة الثقافية والأدبية، ما أبرز الأنشطة التي ميزت هذا اليوم؟ نعم فاطمة، أبرز ما ميز هذا اليوم هو حفل توقيع كتاب الكاتب العربي الكبير أدونيس، ويحمل عنوان حينما تكلمت أو تتكلم دونيادا. هذا الكتاب والذي رسم لوحة غلافه الشاعر التشكيلي المغربي أحمد جريد، صادر عن أو تم تقديمه في قاعة رباط الفتح. وفضلا عن ذلك هناك عدة أنشطة ميزت فقرات هذه الفعاليات، من بينها مثلا هناك الإعلان عن الفائزين بجائزة أو مسابقة الكتابة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بالتعاون مع معهد كونيكت انستيتيوت. وإلى جانب ذلك هناك أنشطة أخرى، مثلا هناك لقاء حول موضوع مسار إعداد النصوص القانونية، شكل محور ورشة تفاعلية نظمتها الأمانة العامة للحكومة برواقها ضمن فعالية هذا المعرض. إلى جانب ذلك طبعا هناك لقاء دراسي حول موضوع دور الجامعة كمدخل لإعادة إدماج السجناء، نظمته جامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع المندوبية السامية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء. شكل هذا اللقاء محورا لبحث عدة إشكاليات، وخاصة ما يتعلق بموضوع إدماج فئة السجناء في محيط الشغل وفي محيط الأدب ومحيط الإبداع. وهناك فقرات أخرى يعني يصعب الإلمام بها بحكم كثرتها. نعم إليك. نعم، هي فعلا أنشطة متنوعة، يعني أنت قمت بتغطية فعاليات المعرض منذ اليوم الأول. جواد، الأدب النسائي المغربي، ما مدى حضوره في هذه التظاهرة؟ يعني نعلم بأن المعرض ينظم لقاءات تحت اسم الكتابة بالمؤنث، أليس كذلك؟ نعم فاطمة، كما تعرفين هناك يوميا يتم تنظيم حفلات توقيع كتب ودواوين شعرية لمبدعات وكاتبات وشاعرات مغربيات. طبعا الأدب النسائي المغربي حاضر بشتى أصنافه في ضمن فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. هناك مثلا في هذا الصدد هناك عدة لقاءات نظمت البارحة واليوم، وفي هذا الخصوص ولتسليط مزيد من الضوء على الحضور النسائي في هذا المحفل الثقافي، تحضر معنا الشاعرة والإعلامية هدى الفشالي التي وقعت ديوانين شعريين هذا اليوم برواق لإيسيسكو. مرحبا الشاعرة والإعلامية هدى الفشالي. مرحبا أخي، أهلا. وي وقعتي هذا اليوم آخر دواوينك الشعرية، وهو الأول باللغة الإنجليزية The Edge of the Blue، على حافة الأزرق، والثاني باللغة الفرنسية يحمل عنوان Femme écrite، نساء مكتوبات. أستاذة هدى، ما الجديد الذي حملتيه للشغوفين بنهم الشعر؟
مساء النور. شكرا أخي. بالفعل كان تم توقيع كتابي فام إكريت بالفرنسية و دي ايدج اوف ذا بلو بالإنجليزية، وبطبيعة الحال ليس لي جديد كي أضيفه للساحة الشعرية التي هي في غنى عني، فما شاء الله هناك شاعرات كبيرات سبقوني للميدان وشعراء أيضا. هناك فقط حمولتي التي آتي بها دائما بما عشته، بما تأملت، بما عشت، بما فكرت، بما شعرت، وبكل avec toutes les sources d'inspiration اللي هي اللي كتحركني واللي كتحرك الكتابة ديالي، واللي للمزيد من التعمق فيما أكتب وللدراية بما أكتب. فبعد لقائي في لو بافيون ديال ايسيسكو أعرض الآن كتبي في جناح لا كروزي دي شومان عند الأستاذ رطناني. هناك الكتب هو اللي كل قارئ أن يكتشف الجديد، للقراء هم أن يكتشفوا الجديد في كتابتي. نعم أستاذ هدى، الحضور النسائي في هذه المحافل الثقافية في نظرك مثلا إلى أي حد تساهم مثل هذه التظاهرات الثقافية النوعية في النهوض بالكتاب المغربي في شتى أصنافه؟ تظاهرات مثل هذه ما هي إلا جد جيدة للفعل الثقافي والفعل الإبداعي المغربي، سواء في إطاره الذكوري أو المؤنث. وبطبيعة الحال هي فرصة للقاء بكتاب، بمبدعين، بشعراء، بصحفيين، بمترجمين، وخصوصا أني مهتمة بكل هذه المجالات، فأنا أيضا مترجمة وكاتبة رأي في العديد من المنابر الإعلامية، وأيضا هي بالنسبة لي بمثابة فرصة للتعرف على ناشرين جدد من أجل طبع كتابي القادم إن شاء الله، وهو عبارة عن مجموعة مقالات لي في المجال لو كولتوريل اي لانسوليت. دونك هذه اللقاءات هذه ما احوجنا اليها، ومازال خصنا المزيد منها، ومازال خصنا الكثير منها، والفاعلين الثقافيين المسؤولين خصهم يزيدوا يحاولوا في هذا المجال ان تكون لقاءات اكثر، وتكون ديزيفينمون اكثر، وكون ان شاء الله، لان هذا الشيء غادي يعطي ابداع اكثر. شكرا جزيلا للإعلامية والشاعرة هدى الفشالي، كنت معنا ضيفة ضمن هذا البث الحي. شكرا أخي. نعم فاطمة، عودة إليك مجددا. نعم، جواد تويول مفد ام 24 خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، شكرا جزيلا لك ولضيفتك الكريمة كذلك.